فبناخذ اذا example 2.4 اللي هو per unit calculations for a transform. اذا هذا example 2.4 PU. per unit calculations for ناخذ هذا المحول. هلا الموديل هذا عاملينه احنا ريفيرال للبرايمري. في عندي 20 كي في ايه الريتنج تبعته 8000 ل 240 فولت. هذا الفولتج ريتنج. هذا هون الكي في ايه الابارنت باور. أنا بدي أجيب الأرقام الأصلية. خلينا نحسب أول شيء الاس بيس. فالاس بيس عندي هون راح تكون هلا المحول راح نحطه بهذا الشكل. راح نعمل له ريفيرال للبرايمري. لازم نرجع للمثال 2.2 نطلع منه القيم اللي كانت موجوده فيه اللي هو اظن هو حليناه اوبن سيركت تيست شورت سيركت تيست. في حد عنده المثال مفتوح 2.2 لما حليناه؟ كانت عندي المفروض ار سي 159 واكس ام المفروض انها طلعت 38.4 كيلو اوم. هاي هون اكس ام. وقلنا هدول باي ديفولت لمين ريفيرد؟ للبرايمري. تاكدوا لي بالله من هذا الرقم مظبوط. هذه 159 كيلو اوم، هاي 38.4 كيلو اوم. قديش كانت السيريز الاكس ايكوفلنت والار ايكوفلنت شو طلعوا؟ المفروض 38.4 و 192. اوكي اذا هاي 38.4 هذا لسه مش بير يونت. 38.4 وهاي 192 جي اوميجا. إذا هي هذا عندي هون الموديل. كانت الستيب داون الاي كانت 8000 على 240. هذه هون الاي اللي هي ستيب داون من هون عندي 8000 فولت. وهي راح تكون 240 على او مطلوب على 200 او مطلوبه في على 240 مضبوط. عندنا ايه هيك مش هيك 8000 على 240. البرايمري كان 8000 والسكندري 240 واحنا كنا نقول انه ستيب داون. فبكون عندي هذا كانه هيك. هذا هون البي اس. طيب بدنا نعمل هلا نطلع الاس بيس. عندي 20 كي في اي رح نعمل كل شيء ريفير للبرايمري. فبدنا نطلع بير يونت موديل لهذا الترانسفورم ريفير تو ذا برايمري. فهذه 20 كي في اي وهذه في بيس عندي هون 8000. ايش بهمني اطلع بشكل رئيسي؟ مش الكرنت كثير بهمني هون، بهمني اكثر زد بيس. مضبوط. فزد بيس راح يكون عندي في سكوير على اس. واضح ليش في سكوير على اس؟ لانه كانه هاي عباره عن في على S على V. ايش S على V؟ ايش الابارنت باور؟ الابارنت باور شو بتساوي؟ I في V. I في V مضبوط. فإذا كانت S بتساوي I في V، إذا I بتساوي S على V. إذا محل S على V حطينا I فصارت هاي كأنها V على I مضبوط. V سكوير، V سكوير ايش كانت؟ 8000 و S عندنا وهي تصير تربيع. وهاي 20000 فبتطلع زد بيس ثلاثة آلاف ومئتين. أوكي ماشي الخطوة هاي. كل فاهم إيش عملنا؟ والله في بلد. طيب أول شيء بدينا حطينا S بيس 20 كي في.
بعدين قلنا اس سبيس. فاخذنا عاده ان الشائع اني اخذ الباور ريتنج الابارنت باور ريتنج تبعت الترانسفورمر كاس سبيس، واحنا بنعمل ريفيرال للبرايمري. ريفيرال للبرايمري راح ياخذ البرايمري الفولتج اللي هو 8000 فولت. اوكي تمام. هلا زد بيس، زد بيس عاده احنا شو بنقول انها بتساوي في على اي، مش هيك؟ في بيس على اي بيس، مظبوط. بس انا ما حسبت اي بيس، هلا ممكن ارجع احسب اي بيس. قديش اي بيس راح تكون لو جينا قلنا هون اي بيس تساوي 20000 على 8000 اللي قديش تطلع عندي 3 بروحوا مع 3 و20 على 8 2.5، مش هيك؟ 2.5 امبير. بس انا بدل ما اعمل هيك شو حطيت هون؟ اس على في. بس انا ممكن اعمل خلط مباشره هون 8000 على 2.5، هل تطلع نفس الشيء؟ مضبوط. 3200 في 2.5 بتعطيني 8000، فبطلع 3200. اوكي ماشي؟ كل فاهم واضح لهذا؟ هلا بدي احول هذا الموديل الان، فبدي اقسم. هلا ار ايكويفالنت بير يونت شو بتساوي؟ بتساوي 38 و4 بالعشرة على 3200، مش هيك؟ اكس ايكويفالنت بير يونت بتساوي 192 على 3200. خلينا نقارن الرقمين هذول باللي حكينا عنهم قبل شوي. قديش حكينا قبل شوي؟ قلنا التيبيكال فاليوز كانت قديش؟ 0.01. هاي قديش تطلع؟ 0.012. هاي هاي كانها رول اوف ثم. اذا هاي راح تكون طبعا هون بير يونت 192 على 3200 قديش تطلع؟ تقريبا 6 اضعاف القيمه، مش هيك؟ 0.06، مضبوط؟ تطلع معي بالضبط هون 0.06. قديش احنا قلنا قبل شوي بالتيبيكال فاليوز؟ 0.02 ل 0.5. اوكي هاي جايبه. كمان ايش بدنا نعمل؟ بدنا نطلع هذول الاثنين اكس ام. خلينا نطلع اكس ام بير يونت. قديش اكس ام هون؟ 38000 على 3200 بتطلع اكبر من واحد، مضبوط؟ واللي هي بتطلع معنا 49.7. قديش كانت بالرولز اوف ثم؟ 40 كانت؟ 10 الى 40، 10 الى 40. اوكي. وبعدين عندي ار سي بير يونت بتساوي 38، واللي انا مضبوط 159 كي على 3200 فبتطلع 12 بير يونت. وقديش كانت بالرولز اوف ثم؟ 50 هون في question mark. اه هاي انا عكستهم. ار سي 159، مضبوط ار سي 159 مضبوط. وهي بتطلع 12، مضبوط. بس هاي بتقول 10 ل 40. جواب غلط. طيب هاي قديش؟ 49 و7 من 10. انا كتبت الرقم. واللي فوق قديش؟ 10 ل 40، مضبوط. وهي قديش كانت الرينج تبعها؟ 50. اوكي ماشي. اذا حولنا هلا هدول من هون. هلا اذا بدي احط الموديل النهائي راح يصير عندي هون 1 بير يونت طبعا، لاني راح اقسم ايش؟ 8000 على 8000، مضبوط. هلا هاي هون ما بقسم 240 على 8000، بقسم في بي از ريفير تو ذا برايمري. قديش في بي عفوا في اس ريفير تو ذا برايمري؟ في اس ريفير تو ذا برايمري راح ترجع 8000، مضبوط. فهي راح تصير 1 بير يونت في اس، وهي راح تكون 1 بير يونت بير يونت في بي. وهدول المقاومات راح ابدلهم بالمقاومات اللي موجوده. اوكي؟ هلا اذا بدي اعمل حسابات وفولتج دروبس واشياء زي هيك، مين اللي بقدر اهمله بشكل عام حتى يسهل علي، ولا راح تصير معقده الحسابات كثير؟ فصارت عندي هاي زي كانها سيريز امبيدنس.